هلا وغلا أصدقائي. طبعا اليوم معنا اختراع جديد واكتشاف جديد راح يصدمكم بشكل لا يوصف. شوفوا شو هالجهاز، أنا أول ما شفته ما عرفتش ليش. قرص دوار فيه، مكان فيه شوية مية، وعندك مفاتيح تشغيل وصندوق عدة. تخيل يا جماعة أنه هذا الجهاز اللي أمامك أو البوكس الصغير هذا ممكن يخليك تصنع الخزف بالمنزل. يعني احنا بنعرف المشهد تبع عامل الخزف لما بقعد بدعس على اشي عجل بحرك وبقعد يشكل العجين بايده، هذا بسد عنه وبيخليك تعمل تحف صغيرة. تطلع كيف صندوق الاداة، بتركب سن الاداة المطبوق، بتقعد تشكل بالعجينة زي ما بدك، مش طبيعي يا جماعة. بتزت راس الاداة، بتغسلها، بتيجي تلون، تعمل كاسات، فناجين، قوارير صغيرة. يعني ممكن تشارك أفكار عديدة فيه كتحف منزلية زي اللي أمامك. والأحلى من هيك إنه وقت الفراغ ممكن يعني تدعو أصدقائك وكل واحد يكون معاه نفس الماكينة يا جماعة، وتحاولوا تعملوا أشكال. يعني إشي رائع صراحة، إشي ممتع. شوفوا كيف بيستغلوا، طبعا بيجي منها مقاسات والوان عديدة، وده نفس الهدف، صندوق أداة وتغسل الراس. والله رائع، والله رائع. شوفوا شو ممكن تعمل من هاي الأداة، شوفوا شو ممكن تعمل من هاي الأداة. بورتابل، بورتابل، يعني هاي بورتابل بوتشري يا جماعة، بورتابل بوتشري.